ما هي رسالتكم للمواطنين العراق في محافظات الأخرى؟ يعني اليوم أكو مظاهرات في كل محافظات. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين وعلى كل من استشهد مع الحسين، ورحمة الله وبركاته. حبيبي أكو فد موضوع، مو مسألة مظاهرات أو فشي. الحسين وما معنى هو الحسين؟ الحسين من أجل من؟ وشنو قاتل؟ قاتل من؟ الحسين قاتل أقوى إمبراطورية في ذلك العهد، وهي الإمبراطورية البيزنطية. البيزنطية ترى الحسين ما قتل يزيد، قتلت الذيول. الذيول يزيد كان عبارة عن دماء لعبة يتحرك من قبل البيزنطية، وهكذا نحن اليوم نقاتل البيزنطية والإمبراطورية الثانية وهي أعوذ بالله من الشيطان، الفارسية. احنا اليوم إمبراطورتين قاعد نقاتل، الفارسية والبيزنطية، عبارة عن دمات. هؤلاء دمات ذيول جايين من خارج العراق، جايين من بلدان العالم كله لمقاتلة الشرق الأوسط. جزء من الطاعة. اسمعنا حبيبي اسمعنا، هسه واحدة واحدة اعطيك اياها. مقاتلة الشرق الأوسط أي قلب العالم. المظاهرات اليوم مظاهرات حقة، مظاهرات مشروعة. أنا جاي هنا جاي طالب حقي، جاي أطالب بنفسي، جاي طالب لإصلاح البلدي، جاي طالب لهذا الطفل، جاي طالب لأختي، لابني الخريج. إلى متى يعني الخريج يبقى يشتغل حمال خسران ملايين دنانير؟ هي لأنها صارت هي بضاعة، قاعد يأخذون منك فلوس بكليات أهلية. يتخرج ويوصل مرحلة، دراسية، تالي متالي يشتغل حمال. سبع لغات أنا أعرف واحد سبع لغات يحكي، يشتغل حمال. ليش هيجي؟ زين أنا أسألكم بالله، هذا الشعب إلى متى يظل حاير؟